بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض معالجة المياه. النهاردة هنتكلم على عملية معالجة جديدة، هنتكلم على الترويب والتنظيف. في البداية بنأكد على إن كل المعلومات اللي بتتقال هي بناء على كورس Drinking Water Treatment بتاع جامعة كيو ديلفت الهولندية، كتاب Water Quality and Treatment بتاع الأمريكان Water Works Association، كتاب Integrated Design and Operation of Water Treatment Facilities بتاع كوامورا، وكتاب Handbook of Public Water Systems. وبنشير أحيانا في بعض السلايدز للكود المصري وحدوده. احنا النهارده هنتكلم على ايه؟ احنا النهارده هنتكلم على ان الترويب ليه بنستخدمه، ليه بنعمل ترويب وليه بنعمل تنظيف، على الكلاسيفيكيشن بتاع الشوائب وطبيعه الشوائب في الميه، على سرعات الترسيب، على القوه الطبيعيه بين الجسيمات. هنقول الشابه بنستخدمها ليه، وبنقول نتكلم عن آلات الترويب والجار تيست باختصار، وهنتكلم كمان عن العوامل المؤثره على اداء الشابه. في البداية بنقول إحنا ليه بنعمل ترويب وتنظيف؟ والله السؤال ده مهم جدا جدا، وعايزكم يعني تاخدوا بالكم من النقطة دي. إحنا بنضيف المرغوبات للمية وبنعمل عملية ترويب وبعدين عملية تنظيف عشان سببين. السبب الأولاني هو مهم جدا، عشان اللي هي البابليك هيلث أو الصحة العامة. عشان الترويب والتنظيف بيعمل في المية، بيعمل إزالة لبعض المكونات اللي في المية اللي بتكون خطر على الصحة العامة، زي مثلا الهيفي ميتالز زي الرصاص او غيره. لو كان موجود في المية فده بيزيلها من ضمن مكونات العقارة، وكمان بيزيل المواد العضوية اللي في المية اللي ممكن مع استخدام الكلور تسبب المواد المسرطنة زي الترايهالمسان. ده السبب الاولاني وده سبب مهم جدا. السبب الثاني الجماليات في المية، ان الترويج والتنظيف بيزيل العقارات، ممكن بيزيل بعض مسببات الريحة أو الطعم، فبالتالي بيدينا مية بلا لون بلا طعم بلا رائحة، زي ما احنا نتمنى ان احنا تكون مية الشرب. طيب ايه بقى الشوائب الموجودة في المية اللي احنا بنشتغل عليها؟ شوفوا، اول حاجة ان لو حبينا نقسم الشوائب اللي في المية هم قسموها طبقا لحجمها، فقالوا ان المواد اللي هي حجمها لغاية 1 مايكرون، يعني 10^6 من المتر، ده يعني 1 من 1000 من الملي، ده بيسموه suspended solids. خدوا بالكم ان suspended solids دي في منها اللي هو 1 من 10 لغاية 1 من 10 ملي من المتر، يعني 1 من 10 ملي، ده بيسموها settling solids او المواد سهلة الترسيب. لكن في جزء اللي هو لغايه، احنا لغايه 10^6 1 مايكرون، دي كلها سسبند سوليدز، من ضمنها الطن والطين والرمل وغيره. بعد كده من 10^6 يعني من 1 مايكرون لواحد من الالف من المايكرون، 10^9 يعني، بيسموها كولويدز، حجمها اصغر، وهي بتسميها المواد الغرويه. الاثنين مع بعض سسبند سوليدز والكولويدز بيسببوا العكارة. الاثنين دي ودي، الاثنين من اسباب العكارة وجود الكولويدز او المواد الغروية او المواد العالقة. طيب حاجة تانية، اللي اقل من 1 من 1000 مايكرون دي بيسموها ديزولفد سولز او المواد الذائبة في المية، ودي مع الكولويدز بيسببوا اللون. يعني وجود المواد الذائبة والمواد الغروية بيسبب اللون. مواد غروية والسسبند سوليدز الاثنين بيسببوا التربيديتي. يبقى احنا كده واخدين بالنا ان احنا مشكلتنا لون وعقار. طيب حاجة ثانية، المواد الذائبة زي ايه؟ زي الاملاح الموجودة في المية ايا كانت. والكولويدز مواد غروية يعني زي ايه؟ زي اكسيد الحديد وزي اكسيد المنغنيز، بتكون موجودة في المية، حجمها صغير جدا جدا، بتدي لون. اكسيد الحديد بيدي لون احمر، اكسيد المنغنيز بيدي لون بني في الميه. الالوان دي يعني بتكون مش عكاره، لكنها في نفس الوقت مش مواد معلقه، فبالتالي هي حجمها صغير جدا جدا وتبقى عايمه في الميه وصعبه جدا التخلص منها.
الكلام ده بنشوفه في الطبيعة. الصور، الصورة اللي على الشمال فوق صورة نهر في أمريكا الجنوبية. النهر ده زي ما شايفين ده مش صورة غروب ولا حاجة، لكن النهر لونه برتقاني، وده بسبب إن في النهر على جانبيه في مجموعة من الأعشاب لونها برتقاني وبتموت وتتحلل في المية، بتدي مواد عضوية في المية. المواد العضوية دي من ضمن المسببات اللون اللي بتدي اللون البرتقاني. الحاجة التانية إن ممكن لو زادت الشوائب في المية وخاصة السسبندد بتبقى بتعمل لنا عكارة زايدة جدا في المية، لدرجة إنها ممكن توصل إنها تكون سريان من الرؤوة زي الصورة على الشمال تحت كده. ده نهر وماشي وكمية الشوائب اللي في المية عالية جدا جدا، كأنه سريان من الرؤوة قدام. طيب عشان نتخلص من الشوائب دي، كانت الفكرة إن عشان نتخلص منها بمنتهى البساطة إحنا نحط المية اللي إحنا عايزينها تكون خالية من الشوائب في مكان واسع وسرعة بطيئة جدا، أو سرعة تقريبا المية واقفة فيها، وابتدي بقى إيه نشوف نسيب الشوائب في المية ترقد وتترسب لوحدها. فبالتجربة اتضح إن سرعة ترسيب الشوائب دي مختلفة ويعني متباينة جدا. يعني مثلا في الجدول كده في أول حاجة عندنا جرافل الزلط اللي هو حجمه سنتي بينزل، لو حابين نعمله ترسيب لمدة لمسافة 30 سنتي بينزل 30 سنتي جري في 3.1 ثانية. لكن لو رمل خشن اللي هو ثاني حاجة في الجدول حجمه 1 ملي هينزل نفس المسافة دي 30 سنتي وترسب 30 سنتي في 3 ثواني. طب لو رمل ناعم، لو رمل ناعم يعني 1/10 ملي قطره 1/10 ملي هينزل نفس المسافة دي في 38 ثانية. زي ما انتم شايفين كده كل ما صغر الحجم كل ما كان سرعة الترسيب أبطأ والزمن اللي بتاخده عشان ترسب أكتر. الكلام ده بيتنه كده يزيد لغاية ما ممكن توصل إن في بعض الأجسام أو الجسيمات الصغيرة الشائعة الموجودة في المية بتاخد شهور أو سنين عشان تنزل وتترسب 30 سنتي. طبعا صعب جدا جدا إن إحنا نستنى أو نعمل مروع حجمه ياخد مية 63 سنة وبعد كده نبتدي ناخد منه المية، طبعا ده حاجة مستحيلة. فكان لازم نشوف حل إن إحنا نزود سرعة ترسيب الجسيمات دي. فبالدراسة العلماء اكتشفوا إن في سبب إن الجسيمات الصغيرة دي ما بتترسبش في المية. سببها إيه؟ إن في قوة بين الجسيمات، كل الجسيمات اللي في المية دي عليها شحنة سالبة، والشحنة الكهربائية السالبة دي وكلهم سوالب، تبقى عاملة زي المغناطيس. كل الشوائب دي أو كل السوالب دي بتتنافر مع بعضها، فكأنهم كلهم ساندين على بعض وكلهم بيبعدوا عن بعض، فبالتالي حجمهم صغير جدا وكلهم معلقين في المية. القوة التنافر بين الجسيمات دي بيسموها جهد زيتا. في قوة تانية اسمها قوة فاندرفال. قوة فاندرفال دي بتقول إنها قوة بتعمل على جذب الجسيمات مع بعض، لكن طبعا قوة جهد زيتا أعلى بكتير من قوة فاندرفال. فكانت النتيجة إن معظم الشوائب صاحبة اللي عليها شحن سالبة كلها معلقة في المية. طبعا الحل ساعتها إن إحنا بنضيف المروبات، هي مواد كيماوية لما بتتحط في المية بينفصل عنها أيون موجب يبتدي يجذب السوالب ويبتدي يعمل في المية حالة عدم استقرار. يعني إيه عدم استقرار؟ كل الشوائب دي مستقرة، كل شائبة في مكانها مسنودة على اللي جنبيها بقوة تنافر، فبالتالي كلهم معلقين في المية. مجرد ما يتحط الأيون الموجب في النص يبتدي الاستقرار ده ينتهي ويحصل ديستابلايزيشن، ويبتدي يحصل حركة في المية وتتجمع الشوائب دي مع بعضها. يبقى الأساس في موضوع الترويب والتنديف هو إن الشوائب في المية أصلا مستقر ومعلقة، وإحنا عايزين نتخلص منها فبنضيف المواد المروبة الكواجولانت عشان نعمل عملية كواجوليشن، عشان نعمل ننهي حالة الاستقرار دي ونعمل ديستابلايزيشن للشوائب دي. تتجمع مع بعض تتكون تعمل لنا حاجة اسمها نطفة. النطفة دي عبارة عن نقطة صغيرة
جيلاتينية هشة جدا من هيدروكسيد الملح اللي احنا بنضيفه سواء كان ألمونيوم أو حديد، لكن حجمه صغير جدا، بيكون حوالي 1 ملي زي حجم راس الدبوس. لكن بعد كده بيكون في عملية ثانية هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده، هي عملية التنظيف. بنحاول نعمل نمو تكبير للغرفة المتكونة دي عشان بعد كده يمكن إزالتها بسهولة ويبقى سرعة نشطها عالية، نقدر نزيلها بعد كده في أحوال الترسيب أو في عملية الترويق اللي بتالي عملية التنظيف على طول. إحنا ممكن نشوف في الفيديو ده المعنى اللي إحنا بنتكلم فيه. النهر ده نهر هيدسون، وبياخدوا منه عينة من المية، نهر هيدسون أمريكا، ويحط المية اللي هي عكرة جدا زي ما انتم شايفين، فيها شوائب كتيرة جدا معلقة. الكاس اللي على الشمال ده هيسيبوه فاضي، والكاس اليمين هيحطوا عليه شابة ويبتدوا يقلبوا ويخلطوا الشابة بيها. ده اللي احنا بنعمله في المية. المية هتفضل معلقة زي كاس الشمال كده، الشوائب كلها معلقة وشايفها لونها بني ازاي. بنعمل الجنب اليمين اللي عليه الشابة ابتدى يروق ويترسب. الكلام ده بعد 15 دقيقة، يعني زمن الترسيب بعد ما قلبنا الشابة فيه خد 15 دقيقة رق بالمنظر ده وتخلص من الشوائب. بينما التاني الكاس التاني هيفضل الشوائب فيه كلها معلقة، دايما هتلاقي الشوائب السالبة كلها معلقة وبتمنع ترسيبها. طيب الترويب، عملية الترويب ده أحب لو حبينا نعرفها نقول إيه؟ الترويب عملية خلط أو إضافة المروبات المية الخام في وجود خلط سريع. شوفوا بقى الخلط السريع حاجة مهمة جدا هنتكلم عليها بالتفصيل، لكن الخلط السريع ده هدفه خلط الشابة بكل نص مية. كويس، يبقى ده الترويب. إضافة المروب اللي هو الكوأجولانت بيتضاف للمية، فتبقى عملية اسمها كوأجوليشن. كويس، والخلط السريع اللي بيسموه رابيد ميكس او الفلاش ميكسر اللي بتحصل فيه الفلاش ميكسر. يبقى احنا بنقول الغرض منها ايه؟ احنا بننهي حاله استخراج مروبه في الميه ونبتدي نكون نطفه. يبقى الترويب بيكون، بس بيكون النطفه فقط لا غير. طيب ايه المواد اللي ممكن نضيفها للميه عشان تعمل عمليه الترويب او تنهي عمليه الاستخراج في الميه؟ احنا بنستخدم الشابه كبريتات الالومنيوم، رمزها الكيميائي Al2SO4 كل 3 و14 جزيء ميه. في ممكن نستخدم كمان فيريك كلورايد، او نستخدم كبريتات الحديدوز او كبريتات الحديد. يعني كل دي املاح ممكن تستخدم كمروبات. وخدوا بالكم ان الالومنيوم تكافؤ ثلاثي، فبالتالي لما تحط في الميه كبريتات الالومنيوم ينفصل ايون الالومنيوم موجب الشحنه ثلاثي التكافؤ، فبالتالي بيبقى عنده قدره كبيره على جذب الشوائب اللي هي السالبه الموجوده في الميه. نفس الكلام بالنسبه للحديد، يبقى احنا بنستخدم الالومنيوم ملح الالومنيوم او ملح الحديد عشان نعمل لنا عمليه الايه الترويب. نقطة مهمة، احنا قلنا 14 جزيء مية. تمام، شوف الشابة الصلبة هي هو ده رمزها Al2SO4 باي 3 ومعاه 18 او من 14 ل 18 جزيء مية. كل ده هي الشابة الصلبة، هي الحجارة الطوب اللي بيجي لنا لونه ابيض واصفر ده. الشابة دي رمزها كده، وفيها جزء المية ده، المية دي من 14 ل 18 جزيء مية. هو لازم واخدين بالنا هي دي الشبه الصلبه. امال الشبه السائله تبقى ايه؟ الشبه السائله نفس الرمز لكن الميه فيها من 46 ل 50 جزيء ميه. كده تمام. حاجه مهمه جدا، الشبه الصلبه نسبه الماده الفعاله فيها 16%، نسبه الماده الفعاله في الشبه السائله 8%. يعني الماده الفعاله اللي بتستخدم اللي هو اكسيد الالومنيوم اللي بتستخدم في عمليه التفاعل مع اللي بيتفاعل مع المياه الخام عشان يعمل لنا الايون الموجب ده، كميته في الشبه الصلبه ضعف كميته في الشبه السائله. انا عايز النقطه دي تكون واضحه جدا، لان احيانا كتير الناس بتعتقد ان الرمز الكيميائي ده و18 جزيء ميه دي الشبه السائله. لا كده، ده رمز الشبه الصلبه.
طيب اشمعنى الشابة بنستخدمها في مصر؟ ببساطة الشابة متوفرة جدا. الشابة عندنا جبال بنقطع منها في سينا في خام الكاولين أو خام البوكسايت، بنعمل منها الشابة الصلبة أو الشابة السائلة. الشابة السائلة تتعمل من خام الكاولين أكسيد ألمونيوم، والشابة الصلبة تتعمل من البوكسايت. أولا متوفرة جدا طبعا، فبالتالي رخيصة الثمن، متوفرة، مناسبة جدا إنها تشتغل في المية بتاعتنا اللي احنا بنعالجها في مصر، مصر الحية في مصر. ودي كلها عوامل مهمة جدا في اختيار المادة اللي احنا بنستخدمها في الترميم. يعني لازم تكون متوفرة، لأن ما ينفعش احنا عندي مية بنطلعها للناس كل يوم ملايين الأمتار المكعبة، عايزة كميات شابة كتيرة جدا. ما ينفعش ان احنا نقول نستنى ومفيش كميات موجودة عندنا وعايزين نستورد، والمورد هيورد كمان هيستورد كمان 6 شهور، أو مثلا مفيش عملة صعبة أو كده. لا، الحكاية لازم تكون موجودة في السوق المحلي عشان استخدمها، لازم تكون رخيصة ولازم تكون متوفرة وتكون في نفس الوقت كمان مناسبة لإنها تشتغل في المركب. أقول لكم حاجة، في وقت من الأوقات في شركة البحيرة جت أحد مراكز البحوث وعرض علينا إن إحنا نعمل ترويب باستخدام كلور الألمونيوم غير العضوي. باختصار بيجيبوا ألمونيوم وبيحط عليه حمض هيدروكليك ويتفاعل وبيعمل كلور الألمونيوم. المادة دي بيستخدموها، ممكن نستخدمها في حطات المية عشان تدينا نتيجة كويسة. لما اتعرضت علينا طبعا احنا كإدارة بحوث عملنا الشغل بتاعنا وعملنا جار تيست وابتدينا نقارن بينها وبين الشابة كبريتات الألمونيوم ونشوف انهي الافضل من ناحيه الجوده وكمان من ناحيه الجرعه المستخدمه عشان تدي نفس النتيجه. جير تيست اتعمل على اكتر من نوع من انواع الميه، ترع وانهار، ولما بدأنا نقارن لقينا ان فعلا كلور الامونيوم هو كويس ويدي جرعه اقل. لكن الحكايه مش كده بس، لا، عوامل تانية كتير. يعني سعره ايه طيب، وكميته متوفره مش متوفره. فلما قعدنا مع احد البحوث او الشركه اللي عرض علينا الكلام ده، اتضح ان هم المصنع الوحيد وان هم حجم الانتاج بتاعهم لسه في البدايه، فبالتالي ما تقدرش تعتمد عليه ان هو يغذي كل محطات الميه، وبالتالي كمان السعر بتاعه لسه ما استقرش عليه. كل العوامل دي كانت تقول لا ما ينفعش، حتى لو كان كل الامونيوم هيدينا جرعه اقل، الا لغايه دلوقتي ما نعرفش كام ده، معناها سعر اقل في الاجمالي ولا لا. تاني حاجه، ان لما يكون مورد وحيد دي تبقى مشكله، لان احنا كده بنكون زي ما تقول ايه، حطينا رقبتنا في ايديه، هو يغير ويبقى محتكر ويبقى يورد لنا بالسعر اللي هو عايزه. فخلينا فاكرين وفاهمين كويس ان الشابه احنا بنستخدمها لاسباب كتيره جدا، لكن من اهمها انها متوفره ومناسبه لنوع الميه اللي احنا بنعالجها في مصر. طيب الشابه دي بتشتغل ازاي في الميه؟ الميه زي ما احنا عارفين فيها مكونات كتيره جدا، من ضمنها بيكربونات الكالسيوم اللي بتكون بتعمل قلويه في الميه. فكبريت الالمونيوم لما بتتفاعل من خلال المعادله اللي قدامنا دي، فهي بتدينا المكون اللي احنا عايزينه، اللي هو هيدروكسيد الالمونيوم، اللي هو المفروض بيعمل لنا النطفه الصغيره اللي احنا بنعتمد عليها في عمليه المعادله. كمان بيدينا ثاني اكسيد الكربون، بيدينا ميه، لكن المهم ان احنا بنحصل على النطفه الهلاميه الهشه اللي هي ALOH كل 3. والايون ده هو لما بيحصل تفاعل يبتدي ايون الموجب يبتدي يجمع الشوائب السالبه ويكون النطفه اللي احنا بنعتمد عليها اعتماد كبير جدا ليكم في ازاله الشوائب والعكارات من الموجب. طبعا التكوين هي مسؤوليه الترويب، الترويب غرض منه تكوين النطفه، لكن تكبيرها دي العمليه اللي حتالي عمليه الترويب اللي احنا بنسميها عمليه التنظيف. لكن خلينا نقول في البدايه ان عمليه الاضافه دي، اضافه المروبات للميه، لابد ان يكون معاها خلط سريع جدا، بحيث ان هو يحصل خلط للشابه بكل نص ميه. طيب لما نضيف الشابه في الميه بياخد قد ايه عشان يدينا التفاعل ده ويحصل ويكون فيه هيدروكسيد الالومنيوم؟
هو التفاعل ده بيحصل بياخد وقت من ثانية لسبع ثواني في المية بس، من ثانية لسبع ثواني. لكن مش معنى كده إن الخلط بالشبه في المية ياخد من ثانية لسبع ثواني، لكن خلينا نقول في البداية هنتكلم، احنا هنتكلم ناحية كيميائية، التفاعل ده بياخد من ثانية لسبع ثواني. طيب ايه اللي بيحصل لما نضيف الشابة في المياه؟ والله هو بيحصل عدم استقرار، وعدم استقرار ده ممكن يحصل بثلاث طرق. اول طريقة او اول ميكانيزم للديستابلايزيشن، ان في حالة البي اتش المنخفضة في حدود ثلاثة مثلا، فلو كان في كولويدز موجودة في المياه، فهي كل الشوائب السالبة دي بتعمل على الجنب الشمال، بتعمل الشكل اللي هو الشريط الاحمر ده زي ما شايفين عليه، شحنات سالبه كتيره جدا جدا، وده بيخلي كل الشوائب ايه متنافره مع بعضيها. ده بيكون زي ما تكون غلاف كده في حالات العكارات العاليه، بيحيط بالايه العكاره الموجوده في الماء. لما بنضيف الايون الموجب، لما بنضيف المروج بتاعنا، بيكون بيدينا الشكل على اليمين. الشكل على اليمين ده فيها زي ما شايفين كده ان في شحنات موجبه كتيره تلتصق بالغلاف الاحمر او السالب، وبقت قللت الشحنه السالبه اللي عليه، وبالتالي بقى اصبح قابل عنده قابليه اكبر للايه؟ للترسيب وللتخلص منه. ده اول نوع من انواع الديستابلايزيشن، عدم الاستقرار، او اول نوع من انواع الترويب في الميه. بس الكلام ده عادة هو كلام نظري جدا، ما بيحصلش في معالجة المية، لأن إحنا أصلا ما فيش مية البي اتش بتاعتها حدود ثلاثة عشان نشتغل عليها أو يحصل فيها الحاجة دي. طيب تاني نوع إيه؟ تاني نوع بيسموه الأدزوربتيف كوأجوليشن. النوع اللي فات ده كان اسمه إلكتروستاتيك كوأجوليشن أو الترويب إلكتروستاتيكي، ده النوع اللي فات. النوع ده اسمه أدزوربتيف أو الترويب الامتزازي، وده بيحصل فيه ايه؟ ان لو فيه هيوميك اسيد في الميه او مواد عضويه، فبيحصل ان الايون الموجب بيلتصق بيه، وبعد كده مجموعه من الايونات الموجبه والسالبه بتتجمع وبتكبر وتكون نطفه. الكلام ده ممكن يحصل، بياخد زمن قد ايه؟ بياخد حوالي واحد ثانيه. طيب كويس، ايه مستو اللي هو بيحصل فعلا؟ لكن هو اولا بيحتاج بي اتش منخفضه عشان يحصل، يعني اول حاجه. ثاني حاجه ان هو كل ما تزود المروج بتاعك كل ما يكون نسبه الازاله احسن، لكن في مشكله انك لو زاد كميه اضافه المروج عن كميه معينه ممكن يحصل ريبالسنج او يحصل ثاني يعني تنافر بين الكتل الموجبه اللي اتكونت دي، كل الكتل الموجبه دي تتنافر مع بعضها وتبتدي ايه تحصل تزيد العكارات في المياه. الكلام ده اللي هو بيحصل عادة في بداية الترويب، وبيحصل مع المواد العضوية اللي هي الأسيدز بس. لكن ده مش هو اللي بنعتمد عليه في الترويب في محطات الماء. المهم هو الترويب السويب كواجوليشن أو الترويب الترسيبي، وده بيحصل إن الأيونات الموجبة انت بتضيف كميات من المروج، وكميات المروج دي بتعمل بتتجمع حوالين السوالب، وزي ما تقولي بتأثرهم او بتجمع حواليهم بتكون نطفه كبيره. النطفه الكبيره دي بتكون سهله الترسيب جدا، فبالتالي بيسهل التخلص منها. والنوع ده هو اللي عاده بيحصل فيه معالجه الميه عندنا، وبيحصل في حدود من ثانيه لسبع ثواني عشان يحصل التفاعل دوت. الترويب الترسيبي ده هو عاده اللي احنا بنعتمد عليه، وبيستخدم لازاله العكارات زي ما احنا بنشتغل في معالجه الميه في مصر. الخلاصه نلخص في الموضوع ونقول ان الالكتروستاتيك كوجوليشن او الترويب الالكتروستاتيكي نظري، حاجه نظريه ما بتحصلش عشان محتاج بي اتش صغيره جدا في حدود 3، وبالتالي ما بيحصلش فيه معالجه الميه معالجه نشر. الادزوربتيف كوجوليشن او الترويب الامتزازي ممكن يحصل مع الهوميك اسيدز في بدايه في اول ثانيه من الترويب، لكن مشكلته ان لو زادت الجرعه
المضافة من المروج ممكن يحصل ريفرسنج من أول وجديد ويحصل زيادة تأكلات في المية، وفي نفس الوقت بيحتاج بي اتش منخفض. آخر نوع من أنواع الميكانيزمات الترويب هو الترويب الترسيبي، والترويب الترسيبي ده ما بيحصلش فيه ريفرسنج، جرعة أنت بتحتاج مروج كتير عشان يجمع السوالب وبيجمعها بنطفة ويكون سهل الترسيب، وبيستخدم في إزالة العكارة، وهو ده عادة المستخدم أو اللي بيحصل في معالجة مياه الشرب عندنا في مصر. الترويب الترسيبي عادة بيكون في المياه قليلة العكارة. قليلة العكارة دي لما نقول إنها قليلة العكارة مش معناها إنها العكارات مثلا في حدود 5 NTU أو كده، لا، قليلة العكارة دي هي المية اللي عندنا في مصر. إحنا عندنا السد العالي، حايش عندنا عكارات كتيرة جدا جدا. اللي يشوف العكارات اللي واردة من محطات المية في السودان، العكارة بتكون حوالي 200 NTU أو كده، حاجة صعبة جدا جدا. إحنا العكارات اللي في مصر تعتبر من اللو تربيدتي عادة، يعني بتكون في حدود 10 15، أو أحيانا ما تزيد تبقى حدود يعني ال 20 NTU، ما تزيدش عن كده. وإن زادت تبقى في حالات نادرة لما بيكون في تطهير مثلا في الذراع أو في الأنهار في ظروف خاصة جدا زي ظروف السيول. طيب المروجب ده بيكون هدفه انه بيكون نطفه، وزي ما قلنا النطفه دي بتكون نطفه جيلاتينيه هشه سهله جدا لو حصل اي تربلنس او اي سريان دوامي في الميه انها تتكسر وانها ترجع تاني نطف صغيره جدا. طيب في حاجه تانيه بتضاف للميه، نوع انواع تانيه من مساعدات الترويب بيسموها الكواجلنت ايدز او مساعدات الترويب، زي مثلا البولي الكترولايت، وبتضاف بتستخدم في اوروبا في ظروف انخفاض درجه الحراره، لان في انخفاض درجه الحراره الميه بتبقى النزوله بتاعتها عاليه، فبالتالي الترسيب بيبقى صعب جدا ان النودف تترسب. فاحنا بنحتاج ساعتها، هما بيحتاجوا ساعتها نودف اقوى ونودف اكبر عشان يحصل عمليه الترسيب. فالكواجلنت ايد زي الالكترولايت كده بيستخدم البوليمرز، زي البوليمرز بيستخدم عشان يديك نطفه اقوى ونطفه اكبر كمان. اقوى يعني ايه؟ يعني ما بيكونش سهل تكسيرها لو حصل تربلنس في الميه او حاجه زي كده. احنا بالنسبه لاستخدام البوليمرز عندنا ما بيستخدمش في البوليمرز لان عليه محاذير كتيره جدا من وزاره الصحه في الاستخدام، لان البوليمرز لو اضيف في ميه احنا بنضيف كلور ابتدائي طبعا معظم محطاتنا، فبالتالي ممكن يكون في احتمال لتكون المواد الكارسينوجينيك او المواد المسرطنه. طيب السؤال بقى، ممكن لو العقاره عندنا منخفضه جدا، هنفترض مثلا عقاره اقل من 1 NTU، هل نستغنى عن استخدام المروبات؟ السؤال ده مهم جدا، وانا اتسالته يعني اكثر من مره، امتى نقدر نستغنى عن المروجات؟ وعشان كده كان الكلام اللي في اول سلايد عن اهميه الترويب والتنظيف. الاجابه مش هنجاوبها من كتاب الووتر كواليتي اند تريتمنت بتاع الامريكان ووتر وركس اسوسيشن، المقدمه بتاعه الشابتر بتاع الكواجريشن بيقول ان احنا بنعمل على ازاله الترويب بيعمل على ازاله المواد العضويه اللي هو ناتشر اورجانيك ماتر في الميه، عشان لو في حاله استخدام الكلور بيسبب وجود تراهل المسان والمواد المسرطنه. الكلام ده ملوش دعوه بالعكاره زي ما انتم شايفين، احنا بنتكلم عن حاجات دقيقه جدا في الميه. احنا لو بنبص على العكاره مش مؤشر كافي انه يقول لك الميه دي فيها مواد عضويه او ما فيهاش مواد عضويه، لكن خلينا فاكرين ان احنا في البدايه خالص قلنا ان الترويج والتنظيف عشان الصحه العامه، فبالتالي الترويج والتنظيف بيزيل حاجات انت ممكن ما تكونش بتعرف تقيسها او ما تقيسهاش عندك في معمل المحطه، وبتقول المايه زي ما هي، المايه زي الفل، المايه كويسه. لا، الترويج والتنظيف لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن الاستغناء عنه في عمليات المعالجه التقليديه بتاعتنا اللي هو استخدام المروقات والمرشحات
وعملية المعالجة التقليدية. ما ينفعش إنك تقول نستغنى عن المروبات. أنا سمعت واحد من الزملاء مرة بيقول لي المية جاية لنا للمحطة 9 من 10 MTU، إحنا حطينا شبة على الكهرباء. لا، هنا الكلام إن جرعة الشبة تختلف ساعتها، صحيح جايز تقل جرعة الشبة، صحيح تقل لكن وجود الشبة لا يمكن الاستغناء عنه، عشان إحنا بنقول إن هي بتزيل حاجات في المية قد تسبب لنا مشاكل كبيرة جدا جدا. في أوروبا بيعتمدوا عليها في إزالة الرصاص والمواد الهيفي ميتالز في المياه. يبقى إحنا خلينا بنتكلم بصورة علمية أكتر. يعني الكلام اللي في المقدمة بتاعت كلام كوالجيليشن، الشابتر بتاع كوالجيليشن في الأمريكان ووتر ريسك أسوسيشن ووتر كواليتي أند تريتمنت، بيقول لا دي مش بس عكارات أو لون، لا ده إحنا كمان بنتكلم على الناتشرال أورجانيك ماتر وإزاي إن هو ممكن يمنع استخدام المرغوبات، ممكن تمنع تكون اكتراه المشان والمواد المسيحتنا. طيب نضيف قد ايه، نحط جرعة المروب قد ايه؟ هو طبعا في اختبار الكأس زي ما شايفين الصورتين اللي قدامنا دولي، الكأس على اليمين ده جرعة قليلة، الكأس على الشمال جرعة اعلى. احنا بنستخدم الجار تيست او اختبار الكأس عشان نحدد بالظبط احنا محتاجين قد ايه من المروب عشان يضاف للماء. اختبار الكأس هنتكلم ببساطة وهنتكلم بعد كده بالتفصيل في المرة الجاية. اختبار الكأس هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن جهاز فيه 6 كاسات، كل كاس بنحط فيه 1 لتر من الماء الخام، ونحط على نخاع الماء الخام دي نفس جرعة الكلور الابتدائي بتاعتنا عشان تبقى بنحاول ان احنا نماثل الوضع في المحطة. وبعد كده في كل كاس بنحط جرعة مروب مختلفة بحيث ان احنا يكون قدامنا 6 جرعات مختلفة واثرها في المية. بعد كده احنا الجار تيست ده ممكن يكون الكاسات بتاعته مستطيلة او مدورة، يعني ده كل ما كان الكاس شكله شكل حوض الترسيب بتاعنا بيماثل حوض الترسيب بتاعنا، طبعا بيدينا نتيجه اقرب قوي اللي ممكن نشوفها في المحطه. لكن برضو خلينا نقول ان جار تيست ده مجرد انديكيشن، مؤشر ليك انك انت الجرعه دي هتديك نتيجه احسن، لكن مش معنى كده ان النتيجه دي اللي هتطلع من عندك من جار تيست هي نفسها النتيجه اللي هتاخدها من المروقات في المحطه. في الأول بنحط الجرعات المختلفة في الكاسات، وبعدين نبتدي نشغل الجهاز. الجهاز فيه مجموعة من الستيرز أو القلابات، القلاب بنظبطها على سرعة عالية، وهنقول بعد كده بتتظبط ازاي السرعة دي، لكن في سرعة خلط سريع الأول عشان نضمن خلط الشابة اللي احنا أضفناها بكل نقطة مية في الكاس. وبعدين بيبقى فيه سرعة تقريب بطيئة يعني عشان تماثل حوض التنظيف اللي عندنا او عمليه التنظيف، ونكبر الندف. وبعد كده بنوقف عمليه التقليب ونرفع الستيررز ونسيب الكاسات لزمن 30 دقيقه. وبعد كده بعد الترسيب ده بناخد من تلت الفوقاني الكاس عينه ونبتدي نقيس فيها ايه العكاره، ونبتدي نحدد بقى بناء على كده نوع الجرعه او كميه الجرعه اللي احنا محتاجينها. في اوروبا الجار تيست ما بتعملش عشان كده بس، لا ده هو كمان ممكن يحطه لو هو مستقر على جرعه معينه، يحطه في 6 جرات نفس الجرعه، في 6 جرات نفس الجرعه، في 6 كاسات نفس الجرعه، ويبتدوا يغيروا في البي اتش نفسها ويشوفوا البي اتش الافضل، يدينا التربيدتي اقل عشان يظبطوا البي اتش في المحطه. خدوا بالكم ان في اوروبا الميه الخام ممكن تكون ميه حمضيه، فبالتالي ممكن يضيفوا اضافات زي الجير كده في اول المحطه عشان يرفعوا البي اتش او بالعكس. فبالتالي هم بيظبطوا كمان عندهم حاجه بيستخدموا جارتس كمان في ظبط البي اتش او في ظبط كميه او في ظبط البي اتش اللي موجوده او الداخله في المياه الخام. بالنا احنا الجار تيست المفروض نتيجته بناخد منها لو حبينا يعني نعمل المنحنى دوت زي ما انتم شايفين كده، اكتر من جرعه 4
8 و12 و16 و20 وبنقيس لكل كاس الكربيد في الخارجه منها. زي ما انتم شايفين كده الكربيدتي اللي طالعه عند الجرعه 8 عاليه شويه، اعلى منها عند الجرعه 4، لكن اللي عند 12 و16 و20 تقريبا نفس الكربيدتي اللي طالعه اللي ثلاث جرعات مختلفه. طيب احنا بقى نختار انهي جرعه؟ دي النقطه الثانيه المهمه في موضوع الجرعه تيست. احنا بنختار جرعه اقتصاديه. يعني ايه جرعه اقتصاديه؟ يعني انا عندي 12 عطيانه 1 انتين، جرعه 12 عطيانه 1 انتين، 16 عطياني 9 من 10، 20 عطياني يعني 8 من 10. طيب ماشي، ناخد ايه؟ لا، واحد كويس جدا، واحد ان تي يو كويسه جدا. ليه؟ لان احنا بنقول من 12 ل 20 دي 8، فرق 8 جرام للمتر المكعب. يعني احنا لو عندنا محطه كبيره اعمل حسابك ان الكلام ده بيفرق اطنان من الشبه كل يوم، والاطنان دي تكلفه عاليه جدا. لا، احنا بنختار الجرعه اللي بتدينا نتيجه كويسه، بس في نفس الوقت نكون باصين على التكلفه الاقتصاديه بتاعتنا، لان من ضمن اهم الوظائف في حق ميه مش بس انتاج ميه صالحه وانها تكون كميه كافيه، لكن تكون بتكلفه مناسبه عشان تصلح للاستهلاك وبدون ما تكلف الشركه او تكلف المواطن اعباء جديده. في نقطة كنت عايز نقولها كمان في الموضوع ده، إن إحنا في البحيرة كان جه فريق من مكتب استشاري ياباني وكان بيحاول يختار جرعة الشابة المناسبة عشان يبتدي تصميم طرمبات الشابة في المحطات. الفريق الياباني اللي شايفينه ده جه يعمل الاختبار الجار تيست عندنا، وابتديت نصور ونشوف هما بيعملوا الجار تيست ازاي. فطبعا وقفتهم قدام الجار وهما بيبصوا لعملية الترسيب واللي بيحصل وسرعة تكون الندف وكده، أنا بقيت مستغرب يعني إيه الاهتمام ده كله؟ يعني الموضوع عندنا بيكون أبسط من كده بكتير، لكن لما شفت التقرير اللي هما قدمينه في محطة تانية كانوا بيعملوها في الشرقية، ده التقرير اللي عاملينه جار تيست، قايلين الست جارات وقايلين البي اتش في كل جار في الجداول، الماء الخام ما البي اتش والجرعه في كل جار قد ايه، وبعدين عاملين الكواليتي اللي خارجه من كل جار، كاتبين التربيديتي وكاتبين البي اتش في كل جار قد ايه. ومش كده وبس بقى، شوفوا النتائج اللي هم مطلعينها. هم اختاروا هنا جرعه حوالي 40، مع ان كان في 45 وفي اكتر من كده، واعطي نتائج احسن من كده، لكن هم شوفوا مقارنين في حاجات تانية كمان. من ضمن الجدول قايلين شكل الندف وسرعة الترسيب، يعني الندف اللي اتكونت دي شكلها ايه؟ كان من ضمن تعليقاتهم لما كلمتهم قالوا ايه؟ قالوا ممكن جدا يكون في ندف كويسة قدامك في الأول، لكن أنت بتبص على مش اللي اترسبت، لا اللي لسه معلقة قد إيه؟ وهل هي سهلة الترسيب ولا لا؟ ممكن جدا يكون سهل شكل الندف سيء وفي نفس الوقت صعب الترسيب، فساعتها مش زيادة الجرعة هو الحل. وهم في خلال الاختبار والكشف أو الجدول اللي قدامكم دوت، أنا اختاروا جرعة 40 رغم إن كان في جرعات تانية وكانت عطي نتائج أحسن من حيث لا يقارن. أرجو إن النقطة دي تكون واضحة وتكون مفهومة للزملاء الكيميائيين كمان، لأن أحيانا بتخلف معاهم قوي في النتيجة أو الجرعة اللي هم مختارينها، ويبقى بيستسهلوا ويقولوا الجرعة الأعلى. لا، خلينا نشوف الموضوع من أكتر من جهة، ومن جهة الكواليتي زي الجدول اللي قدامنا، وكمان من جهة الاقتصادية زي ما السلايد بتاعت جامعة دلفت اللي كانت معروضة دلوقتي. طيب حاجة مهمة كمان عايزين نتكلم عليها هي السولابيليتي أو ذوبانية. هو يعني خلينا فاهمين إن هيدروكسيد الألمونيوم المتكون ده بيكون ليه قابلية للذوبان في المية تاني، وده بناء على البي اتش بتاعت الماء. فالعلماء عاملين الكيرف اللي انتم شايفينه ده، اللي بيقول ان مدى ذوبانيه او مدى قابليه الهيدروكسيد الالومنيوم للذوبان في الماء. يعني تخيلوا كده النطفه الهيدروكسيد الالومنيوم دي دابت، فهيحصل ايه؟ الدنيا هترجع عكره تاني، كل الماء هترجع عكاره، ترجع تاني العكاره عاليه. فده بناء على ايه؟ قال لك بناء على البي اتش بتاعت الماء. ف
الجدول ده الكيرف ده بيقول ان الذرمانيه بتاعت الميه بتاعت الهيدروكسيد امونيا بتبقى عاليه جدا في البي اتش المنخفضه، وبتقل بتبقى اقل مستوى لقابليه للذوبان، يعني احسن نسخه لما يكون البي اتش محدود من 5.5 ل 7.5، وبعد كده قابليه الذوبان في الميه بتزيد لما اللي هي البي اتش بتزيد. فعشان كده احنا بنقول ان الشابه بتدينا افضل شغل في البي اتش من 5.5 ل 7.5، هو افضل شغل يعني اقوى نطفه، اكثر نطفه قابله للاستقرار والاستمرار في الميه بدون ما تدوب في الميه. تصوروا لو احنا عملنا واضفنا المروب وقلبنا، وبعد ما قلبنا وخلصنا جه في كل النضف دي واتكونت النضف في كل حاجه، النضف دي كلها دابت وكل حاجه والعكار رجع تاني للميه زي ما كان. لا، احنا بنقول ان النقطه دي مهمه جدا، ان الشابه في الميه ليها حدود في البي اتش بتبقى بتديك افضل نتائج. طيب اخيرا بقى، ايه بقى العوامل المؤثره على اداء الشابه؟ هو طبعا البي اتش اللي حكم كان 5.5 ل 7.5، لما تكون البي اتش بتاعت الميه في حدود من 5.5 ل 7.5 بيديك شغل كويس جدا، شابه كويسه جدا. طيب القلويه بتاعت الميه، احنا قلنا في المعادله بتاعت كيف تعمل الشابه في الماء، قلنا ان الشابه بتتفاعل مع القلويه، لو القلويه دي قليله جدا طبعا ما فيش تفاعل وما تكونش النطفه اللي هو الهيدروكسيد الالومنيوم خلاص، يبقى طبعا القلويه نوع او عامل مهم جدا من العوامل المؤثره على اداء الشابه. طيب ايه كمان؟ درجه الحراره والعكاره. درجه الحراره بتقول لو الميه درجه الحراره يعني مرتفعه يبقى الميه نسبتها اقل، فبالتالي سهوله تحرك الايونات وفي الميه وتجمع الشوائب اسهل بكتير، وبالتالي بيجي درجه تبريد افضل. العكارات كمان، العكارات كل ما كانت العكاره مناسبه يعني مش منخفضه هيكون اسهل في تجميع الشوائب. يعني تخيل كده ان الايون الالومنيوم بتاعنا ده في حواليه كميه من الشوائب ومسافه قريبه، يعني عكاره عاليه هيلم الكلام ده بسهوله جدا جدا، ويحصل تجاذب بمنتهى البساطه وتكوين النطفه وتكبيرها كمان بيكون سهل. لكن تصور لو الايون الالومنيوم ده بينه وبين الشوائب اللي هي قليله جدا في الميه والعكاره المنخفضه جدا مسافات كبيره، صعب جدا انه يجمعها، راح تبقى مشكله في تكبير النطفه كمان. فبالتالي يبقى بنقول العكاره درجه الحراره وقوه الخلط. وقوه الخلط دي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله المره الجايه، هنتكلم عن اي جي فاليو وهنتكلم على حساباتها ازاي كمان. كل العوامل دي اللي ممكن نقول انها بتؤثر على اداء الشابه وبالتالي على جوده الترويج في الميه. كده يبقى احنا خلصنا العرض الاولاني عن الترويج والتنظيف، لسه لينا معاكم لقاءات تانيه عن نفس عمليه المعالجه، لكن احنا النهارده وصلنا للنهايه، ونتمنى منكم التواصل، ولو كان في اي ملاحظات طبعا تحت امركم من خلال الايميل المكتوب على الشاشه ومن خلال التواصل في ووتر تريتمنت نيوز ترانسفير شانل اللي على اليوتيوب. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم.